اسعار الخروب السنه دي اللي هو دوت 50 40 ماشي، البلح 12 23 24. كل حاجه رخص السنه دي، الكيلو 20 جنيه، الزبيب، جوز الهند، القراصيه، المشمشيه، العين الجمل، البندق، اللوز، كل الحاجات دي ارخص من السنه اللي فاتت. الكيلو رخيص 30 و20 جنيه، والبلح برضه. البلح اسعاره حلوه متهاوده يعني، انما البندق والحاجات دي غاليه، فالحمد لله يعني. ينفع رمضان من غير يميش؟ ينفع، كل حاجات ينفع الحمد لله. الزبيب والسوداني لازم رمضان، من غير الحاجات ديت ما ينفعش رمضان، بيجي كل سنه، واذا ما كانش الحاجه الحلوه تبقى موجوده. هي طقوس خلاص، احنا تعودنا رمضان يعني بلح يعني امر الدين الحاجات دي. اهم حاجه التمر، احنا اساسي معانا في الفطار لازم التمر، يسولنا برضو عن الرسول صلى الله عليه وسلم.